أكد وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته. وأشار البنا إلى إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد عن 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وقال البنا إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تجري حاليا تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة، حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية.